الله وزارة هند التجارة والصناعة بواهي بلاغ بتخبر كل المسوقين ناساً هنا و ماركتين والوزائين ريادة الأعمال الله إصدار هنا شهادة التصريح ولا الأوتيريزاسيون هند الصادرات والواردات على المنتجات البترولية المن قبل قادين بسوء ده إلا تبقى بطريقة فنية من قبل الوزارة المكلفة بالبترول والمناجم والجيولوجيا أسكر ضباط إدنان من وزارة قوات الأمن والدفاع هنا الشات وهم الليتنا علي سبي كالي وسوليتنا عمر موسى كان نزلوهم من أملهم بسبب جريمة خطيرة ودا في واحد قرار المرك اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 من قبل وزير الجيوش والمهربين القدامى وضعايا الحرب النزلي من خدمتهم ده وصف العقوبات التقليدية لقائد من منهم رتبهم والأقراداتهم العسكرية. العسكر الاثنين دول بتم ما ممكن يرجعوهم في خدمة هنت الأسكر والقرار ده ينصب في المسؤولية هنت الأسكر وده من أجل التطبيقين هنال القوانين والترابط في الفرق الأسكرية وفي السنغال الأسر اللي كان خسروا وفقدوا حياه ناسهم كان شارعوهم وسجنهم في وقت المظاهرات هنت المؤاردة في سنين الثلاثة الفاتو قادم بيطالبوا بالأدالة ولم جماعة وسموها تحالف ضهية الرئيس ماكيسال باسمه يقدم بطالبه من المسائل هنا القضاء عشان يكربوه ويرد في الأفعال الكان سواها في قدام المحكمة <applause> اللجنة الوطنية المستقلة انت الانتخابات هنا رواندا كان وزعت القائمة الموقتة انت الانتخابات الرئاسية والتشريعية اللي بتكون يوم 15 شهر 7 في تس ملفات هنا ثلاثة بس كان قبلوهم حاليا وهما الرئيس بول كاغامي ولا ديبيتي فرانك ابينيزا وفيليب بيامان الملفات الستة دول كان رفضوهم بسبب انهم نجيسة في الاوراق وهنت المترشحين في الانتخابات الرئاسية <applause>